وهيدي أول مرة بتصير بتاريخ الإنسانية أنه بحرب بصير بيتحول الطرف الآخر إلى مقبرة. إسرائيل عم بتقود حرب على غزة، عم تقود أكثر من حرب، مش بس بدهم يهجرون إلى سيناء. إذا طولت أيام وضلت الأمور على ما هي، أنا بتصور أنه في حرب إقليمية بالمنطقة. القدس لا يمكن أن تكون يهودية كما هي الآن، دولة عنصرية تريد أن تهود المنطقة. على العالم العربي أن يبدأ بالتحرك. هذا موقف أعمى تدفع ثمنه مش بس صراع مع إسرائيل، تدفع معه ثمنه أمريكا في المنطقة. كلام الحياد والتحييد في حالة حرب لا معنى له. ما يقوم به حزب الله بالحقيقة مدروس جيدا. بعد زيارة بايدن ببلش العد العكسي. أنا قلق حاليا، لازم يكونوا عم بيعملوا حسابات أنه بمعركة طويلة إسرائيل تخسر. حزب الله عنده الاستعداد وآخذ احتياطات. أستاذ كريم بقردون، أهلا وسهلا فيك مجددا عبر لبنان أون. بداية رح بلش معك بأحداث غزة المؤلمة اللي عم نشوفها، وخاصة حدث الأمس مستشفى المعمداني. برأيك كيف رح يأثر على تطورات الأحداث؟ لا شك اللي حدث بمستشفى المعمداني رح يكون محوري، وبرأيي أظهر أنه مش فقط إسرائيل عم بتقود حرب على غزة، عم تقود أكثر من حرب، عم تعمل مجازر بغزة. ومش بس عم تعمل مجازر، عم تعمل عملية تهجير جماعي، وأكثر من تهجير جماعي، للي صار مبارح هو كأنه إبادة، لأنه مش هين أنه يقصف، أنه إسرائيل تقصف مستشفى. أولاً قصف المستشفيات محرم دولياً، لا. حتى بالحروب محرم تقصف مستشفى. المستشفى فيه 500 مدني قتلوا استشهدوا، في يمكن أدون بعده تحت الأنقاض، وطبعاً معظمهم صاروا شهداء. يعني بتصور أخيراً أنا برأيي براس إسرائيل بدون يحولوا غزة إلى مقابر جماعية، مش بس بدون يهجرون إلى سيناء. هذا الاقتراح يلي عم بنشغل عليه أنه كل غزة تصير بسيناء. طبعا مصر مش قابلة، ومن الصعب يقبلوا الغزاويين، ولكن الأهم من هيك أنه حولت غزة إلى مقابر جماعية. وهيدي أول مرة بتصير بتاريخ الإنسانية أنه بحرب بصير بيتحول الطرف الآخر إلى مقبرة. نعم، يعني اليوم كل اللي حضرتك عم بتقول عنهم إبادة، مجازر، المشاهد اللي شفناها المؤلمة، وين اليوم المواقف الدولية، موقف الكنيسة رسمياً؟ ما شفنا، يعني ما بيكفي بهيك مجازر ومشاهد، ما بيكفي الموقف فقط. شوفي يلي عم نشوفه اليوم، واليوم بايدن اجى على إسرائيل، يلي عم نشوفه لأول مرة الأمريكان، مش أول مرة الأمريكان بيدعموا إسرائيل. مفهوم أنه الأمريكان حليفهم الأول في المنطقة إسرائيل. هذه تعلمناها عن الغايب ودفعنا ثمنها من لبنان، حرب 15 سنة. ولكن هذا الدعم الأعمى يلي عم نشوفه عند بايدن هو المستجد، يعني داعم إسرائيل بشكل أعمى. وهلأ عند وصوله كان همه أنه يسأل شو محتاجة إسرائيل تلبي لها حاجاتها. وهيدي أول مرة بتصير بتاريخ أمريكا أنه بتصير بخدمة دولة أخرى. هيدي أهم جهة.
من جهة تانية لا شك بدي أقول في أول رد بلش يبين ولو متأخرا، ولو كنت أنا كنت منتظر ردود من أول أيام الحرب هذه، ولو بلشت بدي أقف عند الملك عبد الله الثاني ألغى قمة رباعية بتضمه هو وبايدن والرئيس المصري والرئيس الفلسطيني، هذه القمة ألغيها، وقال جملة مهمة أنا توقفت عندها، إنه ما يحدث يجعل المنطقة على شفا هاوية. وبالتالي أنا بتصور هذا كلام مدروس يعني وقرأه عبد الله الثاني. أنا مع هذا التفكير إنه ما لح طو إذا طولت بعد أيام، ما عم بحكي أسابيع، إذا طولت أيام وضلت الأمور على ما هي، أنا بتصور إنه في حرب إقليمية بالمنطقة. بالعودة إلى عملية طوفان الأقصى، كيف شفت هيدي العملية يلي قاموا فيها كتائب القسام؟ طوفان الأقصى اعتقادي أنها عملية الهدف منها أولاً إعادة إحياء القضية الفلسطينية في العالم. يعني الطوفان هيدا هو إعادة إحياء لقضية بلشت تتراجع في الرأي العام العالمي، حتى في العالم في الرأي العام العربي. تاني مسألة، طبعا طوفان الأقصى مهم بالنسبة مش بس الفلسطينيين يعني المسلمين بشكل عام، ولكن أيضا مهم للمسيحيين. الأقصى يعني القدس بالنهاية هي مدينة الأديان الثلاثة. من الخطأ الكبير أنه تصير المعركة مثل ما عم تحولها إعلاميا إسرائيل بين اليهود والمسلمين، بين اليهود والمسلمين العالم يتردد، ولكن بين اليهود من جهة والمسلمين والمسيحيين من جهة تانية تتغير النظرة إلى القدس. القدس لا يمكن أن تكون يهودية كما هي الآن، لا يمكن حتى أن تصبح يهودية إسلامية كما مطروح أو تطرح إسرائيل. أهمية القدس أن تكون مسيحية إسلامية يهودية. وبالتالي أنا بعتقد فكرة طوفان الأقصى يجب أن تكون تظهر بشكل واضح أنه في مشروعين بالمنطقة. مشروع الأول هو مشروع إسرائيل، دولة عنصرية تريد أن تهود المنطقة في عملية تهويد كل المنطقة بالعنف والقوة، وهي دولة بيّنت أنه دولة قتل وعنف ولا تتراجع عن شيء. يعني لما كانت عم تقصف منطقة بغزة، هلأ عم تقصف بيوت. قصف البيوت هاي مش بس جريمة، هي جريمة ممنوعة بالحروب، حتى بالحروب ممنوع تجوعي ناس مثل ما هلأ عاملين، مسكرين رفح ومسكرين المعابر، ممنوع حتى بالحروب. ولو كان الإنسان مغلوب يعني الطرف مغلوب له حق بالأمور الحياتية، له حق بالمياه، له حق بالكهرباء، إله حق بالغذاء، إله حق بالتجول، إله حق بالعمل. كل هالحقوق هيدي المنصوص عنها في الشرعات الدولية الكثيرة، منها شريعة حقوق الإنسان الدولية. إسرائيل عم تتخطاها وما حدا عم يوقفها. يعني قديش بشكل خطر تمنع مثلا، انا توقفت طويلا مثلا، تمنع الكهرباء
ما في دولة بالعالم حاربت دولة تانية، وما في دولة بالعالم ربحت على دولة تانية والمغلوب حرمته من الكهرباء، أو حرمت المغلوب من الخبز، أو حرمت المغلوب من الحليب. وبصورة خاصة صورة الأطفال يلي عم بيقتلوا، يلي عم بيتعذبوا، يلي هذه صورة فظيعة يعني بذهني ما يحصل. وستين بالمئة من الضحايا من الشهداء هن إما أطفال إما نساء، وهيدا رقم عالمي جديد. وبالتالي أنا بتصور في على العالم العربي أن يبدأ بالتحرك، وما قام به الملك عبد الله الثاني هو خطوة جيدة، إلغاء قمة مع بايدن. الأمر الثاني اللي أنا متوقع أنه أوروبا رح تتحرك. ما ممكن أوروبا تضل مجرورة وراء أمريكا مثل ما هي مجرورة حاليا. لأنه اليوم الصورة يلي بذهني في إسرائيل عم بتجر أمريكا بدل ما يكون العكس. طبعا هلأ بدنا ننتظر ونتوقع شو بده يقول بايدن، بس مثل ما ظاهر بايدن جاي إلا لإسرائيل إذا شو محتاجة، وإذا محتاجة شيء بعد أعطيك إياه. هذا موقف أعمى تدفع ثمنه مش بس صراع مع إسرائيل، تدفع معه ثمنه أمريكا في المنطقة. أنا بقدر أكد لك أنه ما يحدث الآن إذا استمر بايدن على هذا الموقف مع إسرائيل لح يصير في حملة ضد أمريكا لا حدود لها، ولح ترجع أمريكا تصير العدو الأول في المنطقة. بدلا ما تكون إسرائيل العدو الأول لح تصير أمريكا العدو الأول. وبالتالي أنا بعتقد أنه لأوروبا دور مهم، ولفرنسا يلي بتعرف المنطقة تماما دور كبير. وأنا بتصور أنه ألمانيا وفرنسا لازم يلعبوا دور بتهدئة أمريكا والوقوف ضد جرائم إسرائيل. بس كنا عم نشوف يعني بعدنا لامبارح كنا عم نشوف فرنسا عم بتقول أنه إسرائيل عندها حق الدفاع، ومن شوي حضرتك وصفت أنه شوفي أدعى هالكلمة هاي بتعجبني، يعني بتعجبني يعني فعلا إيه مظبوط. كل واحد له حق الدفاع عن نفسه أو حماية نفسه، ولكن هذا لا يعني أنه قتل الآخر. أنا بفهم تماماً أن تكون إسرائيل أو أي دولة أو أي إنسان بده يدافع، بده يحمي حقوقه وبيدافع عن نفسه، بس دفاع عن النفس لا يعني قتل الآخر. إسرائيل مش عم تدافع عن نفسها، عم تقتل الآخر وعم تتعمد بقتل الآخر. ولسبب لما قلت لك ببداية الحديث أنه أنا شايف أنه في عملية تهجير جماعي وإبادة جماعية، أنا مش بعيد عن يعني هذا اللي الكلام. حضرتك من شوي وصفت دعم بايدن الأعمى، ممكن يكون في من وراء تهجير هيدا المخطط تهجير جماعي للفلسطينيين مجددا؟ أنا برأيي بايدن إذا استمر بهذا الموقف يعني عمليا شو ما بدها تعمل إسرائيل رح يوافق. وإذا إسرائيل كما عم فكر بدها تخلص من كل غزة وتبيد العدد الأكبر من الغزاويين وتنقل غزة إلى سيناء، معناتها هذا ممكن أن نقبل به أن بايدن، لأنه عم بيقبل بالمعقول وباللا معقول. أنا بفهم أنه أمريكا عندها حليف اسمه إسرائيل، ولكن أنا ما بفهم أنه تكون هذا الحليف إذا أخطأ كمل معه، وإذا أساء، وإذا أساء للآخرين ضل أمريكا تتفرج عليه. أمريكا لازم تكون عم بتشده، لا عم تشد بإسرائيل مش عم تدفع بإسرائيل. اليوم بايدن أول رئيس جمهورية عم بسمعه
بدل ما يهدي إسرائيل ويروح اتجاه وقف إطلاق نار واتجاه حل لموضوع سيناء لموضوع غزة، طبعا عم شوفوا انه عم بيعملوا العكس. يعني إسرائيل يمكن مش طالبة، يمكن متفاجئين الإسرائيليين انه يكون رئيس الأمريكي يجي لعندهم بهالوقت. صحيح. ما بحياته إجا رئيس أمريكي على إسرائيل، وكانت إسرائيل بحالة حرب، يعني بحالة حرب قائمة. هذا يمكن في من هون في سؤال كبير مطروح، أنه قد تكون المسؤولية التاريخية لما يحدث من إبادة لأهل غزة تكون عم مسؤول عنها أولاً أمريكا وثانياً إسرائيل. عم بقول كلام إذا بدك مش متداول، ولكن أنا أمام مشهد، خاصة مشهد الأطفال. صحيح. وهم بالمئات، وبعد خصوصا ما قصف مستشفى العمديني. أنا هذا المستشفى المعمديني سيكون هو نقطة التحول في هذه الحرب بين إسرائيل والعرب وإسرائيل وغزة بصورة خاصة. قبل أسابيع من اندلاع الأحداث بغزة كان عم يحكي نتنياهو عن خريطة حط فيها كل الدول الداعمة والمطبعة مع إسرائيل، واستثنى سوريا ولبنان. بعد عملية طوفان الأقصى برأيك رح تتغير هيدي الخريطة يلي هو تحدث عنها؟ أو قديش واقعية هيدي الخريطة؟ يوفي، مصلحة لبنان ما بيقدر، على حال ما بيقدر لبنان مثل ما عم بسمع ناس عم بيحكوا انه نحن لازم نكون على الحياد ولازم تحييد لبنان وكذا. كلام الحياد والتحييد في حالة حرب لا معنى له. يعني الحرب ما بتميز بين محايد وغير محايد، الحرب حرب. وبالتالي أنا بعتقد بالمقابل ما لازم نربط حالنا كلبنان، يكون في ننقل الحرب من غزة إلى لبنان. أنا مع أنه نكون في مواجهة إسرائيل، وهيدا دورنا، يعني المواجهة مع إسرائيل، بس مش دورنا تحويل لبنان إلى جبهة تانية أو إلى جبهة ممتدة من جبهة غزة. في فرق كبير. ما يقوم به حزب الله بالحقيقة مدروس جيدا بهذا المعنى، يعني عم بيعمل معارك بتلال كفر شوبة، وعم بيعمل معارك دقيقة، يعني عم بيعمل معركة تحرير أرض لبنانية. هذا مفهوم، بس هذا لا يجب أن يتحول إلى جبهة تانية في سيناء. هلأ هو هالجبهة هيدي بتخفف الضغط عن سيناء، عن غزة. ولكن هذا لا يكفي، يعني هذا يكفي. أنا اللي بقوله عم بيعمل حزب الله ما يجب أن يعمله. يعني لبنان الجيش عم بيكون حامي الداخل والخارج. واليوم نحن أهم هم أنا بالنسبة إلي هو الأمن بلبنان. والأمن أنا برأيي في قائد جيش جيد جوزيف عون، زائد في مدير عام أمن عام الياس البيسري، كمان قائد جيد، واثنيناتهم عم بيتعاونوا بين بعضهم. وحتى بعتقد في لجان مشتركة عم تلاحق الأمور لضبط الأمن في لبنان، لإبقاء الأمن خارج الحرب. ولكن إذا حدث مواجهة مع إسرائيل، هل الجيش اللبناني والقوى الأمنية أنا قادرة؟ أنا برأيي أهم شيء أنه تضل المواجهة محدودة كما هي. ما يحصل الآن هو جبهة مهمة، ولكن مش مرتبطة ارتباط مباشر ولا إلى انعكاسات داخلية. أهم شيء الوحدة الوطنية. هلا أكثر وقت الوحدة الوطنية ضرورة هي مثل هالحالات،
وأهم شيء والحديث هلأ لم أسمع شخصياً أي أحد عم بيخرج عن منطق الوحدة الوطنية. هلأ عم نشوف شوي انقسامات إذا بدك بالشارع اللبناني بين مبدأ الحياد ومبدأ أنه فلسطين هي قضية لبنانية، ونحن لازم نشوفنا مبارحة على الشارع اللبناني كيف مش هيدا وقته لطرحه الموضوع. قبل هذه الأحداث كان مطروح هذا الموضوع، قصة حياد لبنان البطرك حملوا إلى العالم وكتير من قوة سياسية دعمت، بس مش هلأ الوقت لبحث موضوع حياد لبنان. حياد لبنان يبحث لما ما بيكون في حرب، يبحث بحالات سلم، لأنه الحياد بحد ذاته سلم، وبالتالي ما فيك تبحثي بحالة حرب. وأنا شخصيا بقول هذا الكلام مؤجل إلى حين تنتهي، يعني ينتهي موضوع غزة. بعد ذلك أنا من الذين يطلبون بحياد لبنان أو تحييد لبنان، يعني هيدي، لأنه لبنان ما بيقدر يكون من زمان، يعني حتى من أيام عبد الناصر كانت، يعني بعد 67 ما بيقدر لبنان يكون جبهة مواجهة. لبنان دوليا معتبر جبهة مساندة مش جبهة مواجهة، وفي فرق بين الاثنين. وحاليا اللي عم بيحدث هو بين الاثنين، يعني أكثر من مساندة وأقل من مواجهة، وهذا أنا بعتقد مقبول. بس أنا بطلب أنا شخصيا بتمنى أنه كل الحكي عن الحياد والتحييد لن يفهم حاليا، سيفهم أنه نحن ضد الغزاويين أو نحن ضد مع إسرائيل أو نحن نبرر شيء. أنا برأيي الحياد والتحييد هذا موضوع منتركه بنبحث لبنانيا. هذا بده مؤتمر، أنا بعتقد الحياد بده مؤتمر لبناني لبناني يعلن هذا الأمر. ما بتقدر تعلني حياد دولي من طرف واحد ويكون في نزاع حول هذه الفكرة. لسبب هذا موضوع أنا بطلب خاصة من اللي عم بيطرحوه أو عم بيجربوا يطرحوه، هذا هلأ مرجأ. ولكن التوترات بالجنوب كل ساعة والتانية عم تتبدل، وكل اللبنانيين عايشين بخوف طبعاً. وأي لحظة نحن معرضين أنه تشتعل الجبهة بين حزب الله وإسرائيل. شوفي كمان بهيدا اللحظة حضرتك بتضلك تنادي أنه يتخلوا عن مبدأ الحياد؟ مش يتخلوا، أنا ما بالوقت الحالي بهذا يأجلوا. تأجيل شيء والتخلي شيء تاني. أنا ما أتخلى، أنا مقتنع بموضوع الحياد، بس من جهة تانية بعتبر أنه مش وقته هلأ. هلأ الأهم بهذه أنا برأيي ما في إسرائيل مفروض أنه ما يكون عندها مصلحة تحارب على جبهتين، مفترض ذلك. عند حزب الله مش مفترض، موجود حاليا عم بيحاربوا بشكل انه ما تكبر تصير حرب مواجهة، ضل حرب يلي هي متفق عليها انه الى حق المقاومة تحارب في ارض محتلة. والحديث هلا الامور تقريبا هكذا، يعني عم حزب الله عم بيحارب من أجل تحرير فرشوبة وتليل والهذا، يعني بعدنا بمنطق الحرب القتال في المناطق المحتلة. لأمتين رح تستمر وشو رح تكون نهاية؟ يعني أنا هون ما بقدر أقول، لأنه ما بعرف شو بده يصير بغزة وكيف بدها تتطور بالمنطقة. أنا عندي خشية كبيرة أنه ما يحدث إذا طال، وإذا الأمريكان ضلوا على هالموقف، يعني بايدن بصورة خاصة ضل على هالموقف، نحن ذاهبين إلى أكبر بكتير من هاي، ذاهبين إلى حرب إقليمية. نعم، يعني اليوم بعد تقريبا 11-12 يوم لأحداث غزة شفنا السيد حسن بعد ما أطلع على اللبنانيين، وكل اللبنانيين عم يسألوا وين. فهل بتشوف اليوم تصرفات السيد حسن نصر الله ذكاء؟ أنا برأيي الأفضل ما يحكي لما بيكون بعد صورة متضحة. وأنا
والقيادات، يعني بحكي عن قياداتنا كمان، هيدا خليها تتضح الصورة، لأنه ما حدا أكيد. يعني لما بنحكي فينا نحط احتمالات مثل ما هلأ عم نعمل، ولكن ما فينا نحولهم إلى قرارات. أنا برأيي الوضع بعد زيارة بايدن ببلش العد العكسي، إما لحل يبدأ بفتح الممرات لغزة، يعني بيبدأ على الأقل فتح الممرات مشان يضل في كهرباء ومي وأكل والأمور الحياتية. إذا ما بلشوا الأمريكان بزيارتهم إلى حل يضبط الوضع تما يفلت بكل الاتجاهات، بلش ينشغل. أنا قلق حاليا، ولكن بقول تنشوف هالزيارة تبع بايدن التطورات اللي بدأت تصير، مدى استعداد إلى الذهاب إلى حرب كبيرة. أنا بتصور ما حدا مستعد، لكن إسرائيل، خلينا نحكي كمان الكلام، يعني إسرائيل مش سوبرمان، ما بقى سوبرمان، بدليل أنه من 73 أول ما فوجئت بحرب تشرين أكتوبر بيّن أنه ولا مخابراتها للي منفكر أنه يا لطيف بيعرفوا شعرات راسك، كم عندك شعرة براسك، كل هالكلام. وثبتت عملية حماس، ثبتت كمان أنه إسرائيل مخترقة، وإسرائيل مخابراتها مش المخابرات اللي نتصور. هلأ عندها قدرات عسكرية كبيرة لأنه عندها الطيران. حتى أنا بتصور إسرائيل، أنا ما بقدر أكد لك إذا إسرائيل رح تفوت إلى حرب برية مع غزة. تستبعد؟ أنا ما مش متأكد، لأنه شافت بالحرب البرية مع حزب الله بنهاية خسرت. هل تهديد حزب الله هو اللي ردعه؟ هل تهديد حزب الله هو اللي ردعه أنه تفوت بريا على غزة؟ ما أنا بقول، خلينا نقول الكلام القليل من القيادات أفضل من الكلام الكتير بالوقت الحاضر. وأنا مع إذا بدك تحفظ القيادات على اتخاذ مواقف، لأن الصورة بعدها ما اتضحت تماما. ولكن يلي فينا نأكده أنه إسرائيل الكبرى، هاي العظمى، مش الكبرى، العظمى يلي كانت هي، هذا ما هي عظمى، لأنه يعني قدرت حركة مثل حركة حماس يلي مش هالحركة، يعني حركة أقل من دولة وأقل من منظمة. هالحركة قدرت تخترقهم، وقدرت تعمل أشياء كثيرة من سنة ونص كانت عم تحضر عملية الطوفان اللي حكيت عنها. وبالتالي اعتقادي إسرائيل لازم يكونوا عم بيعملوا حسابات أنه بمعركة طويلة إسرائيل بتخسر، ومخابراتها بتتعب، وعسكرها مش مهيئ. أنا شفت صور للعسكر لما نزل نتنياهو سلم على العسكر، هود العسكر اللي مفترض يهيئون تيفوتوا على هاي، ما كان يعني ما لقيت انه في استقبال وفي رغبة. انا برأيي الشعب على كل الأحوال، اخر استفتاء اللي صار، احصاء اللي صار بإسرائيل، 56% من الإسرائيليين لا يوافقون على قرارات نتنياهو. وبالتالي يعني إسرائيل عندها مشاكل داخلية كثيرة، عندها خلافات، عندها هذا، بعدين عندها محدودية في قوتها. يعني ما ننبهر بقوة إسرائيل. قوة إسرائيل اخترقت أكثر من مرة، من 73 لليوم اخترقت عدة مرات. ويحيي ما قدرت تضل مثلا محتلة لبنان، وخرجت بالألفين غصبا عنا تحت ضغط حزب الله يلي كان يعمل عمليات محدودة عليها. وبالآخر لما حاولت تفوت بتصفية حزب الله عام 2006 خسرت. أنا لا أدعي أنه الحرب مع إسرائيل سهلة، ولكن أدعي
أنه إسرائيل ليست بالقوة التي تصور نفسها والتي تقول بأنها القوة التي لا تقهر. قهرت عدة مرات. صحيح. قهرت بلبنان ولا يمكن تقهر بغزة، ما بعرف بكرة شو بتقهر. بعدين خلينا نقول كلام بشكل واضح، إذا إسرائيل بتضل بالتفكير بالعقل أنه العرب بالقوة بدنا نفرض حالنا عليهم، إسرائيل لن ترتاح وهذه المنطقة ستبقى منطقة حرب. نعم. هل بتشوف قدرات حزب الله اليوم مستعدة أنه يقدر يفوت بحرب ضد إسرائيل؟ لكن أنا برأيي حزب الله عنده الاستعداد وأخذ احتياطات، وثبت أنه عنده قدرات كمان تحرك حتى بهالمناوشات. هلأ بعدني بسميها مناوشات يلي عم بتصير على الحدود، ثبت حزب الله انه ايه بيقدر يرد وبيقدر يقصف وبيقدر هذا لاول مره في حرب على الارض الاسرائيليه. لحديت الان كانت الحروب دائما تكون على ارض الاخرين. هلا نحن بلبنان لازم نعرف انه نضل موحدين حالنا بالداخل، نحط الخلافات على جانب حتى ما ندفع ثمن الآخرين. وبالتالي أنا اللي بهمني هلأ أنه نخلي خلافاتنا جانباً في كل خلافاتنا السياسية وحول الحكومة والعادي. حالياً نعطي الجيش والأمن كل ما يطلب لا يحافظ على الاستقرار الداخلي. نبلش نفكر بتسريع رئاسة الجمهورية لأنه لازم تكون الدولة مكتملة. ثلاثة، نقدر بهالمرحلة الصعبة أنه يصير في جبهة وطنية، حركة وطنية، قيادات تجتمع فيما بينها وتفكر معاً ما يجب أن يقام به. يعني وجود القيادات المسيحية كل واحد بطرف مش وقته يضل هيك، على الأقل مؤقتاً لازم القيادات المسيحية تتعاون فيما بينها. مش بس تتعاون فيما بينها، تفتح المجال هي المتعاونة فيما بينها أنه تتحاور مع الطرف الآخر، الثنائي الشيعي والسنة والدروز. اليوم أنا مع مؤتمر، خاصة إذا من بعد بايدن، يعني إذا من بعد بايدن بلشت الأمور تتحسن نترك الأمور تجري، يعني بنحمل. بس إذا بعد زيارة بايدن تصعدت الأمور، يا حيي بايدن بيحوي بإسرائيل مجتمع مع القيادات والضرب قائم على هذه رسالة فظيعة. هو قاعد مجتمع بإسرائيل، إسرائيل عم تضرب غزة، وهذا مش توقفت بس احتراما انه هلا اجى الرئيس الامريكي تنشوف شو بدنا نعمل معه. هذه انا بتصور اذا الامور على هذا المنوال ضروره عقد مؤتمر لبناني، وبفضل انا يكون بمبادره مسيحيه لوضع خطه، ان بالنسبه لجبهه القتال وان بالنسبه لاي حيل يطرح عنا، لانه ممكن هون عم بتفائل أنا، ممكن هكذا حرب تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية ومشروع الدولتين يلي اقترحوا عدة أشخاص وبصورة خاصة الرئيس الأمريكي من 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 20 سنة يمكن اقترح فكرة حل الدولتين. وأنا بتصور الحل هو إما دولة فلسطينية على النموذج اللبناني يعيش فيها ويحكم فيها المسلم والمسيحي واليهودي، هذا أول احتمال. ثاني احتمال دولة فلسطينية، حل الدولتين، دولة فلسطينية مع حق عودة الفلسطينيين إليها، يعني ما بعود في توطين بالدول وخاصة التوطين في لبنان، وما بيعود في عملية
تفتيش عن أنظمة جديدة، لأنه بصير الوضع الوضع الطبيعي أنه في بصير في دولة إضافية تضاف إلى الدول العربية، وكل دولة عربية بتعمل نظامها. ما تنسي أنه المنطقة كلها عم تتغير. صحيح. يعني اليوم ما يحدث في السعودية مثلا، أنا ما كنت متصور أنه بيقدر يحدث بهالسرعة وبهالبساطة وبهالقدرة. ما يحدث في السعودية برأيي مثال لقدرة العالم العربي والأنظمة العربية أنه تعمل إصلاح كبير في داخلها، بدل ما نعمل نفتش على الحروب الكبيرة خلينا نروح إلى الإصلاحات الكبيرة. نعم. بالعودة لحضرتك من شوي كنت عم تقول أنك بتدعي الجميع بلبنان إلى أنه يوقفوا حد بعض، خاصة إذا اشتعلت الجبهة بالجنوب. من كم يوم قال الدكتور جعجع أنه سنفعل كل ما بوسعنا لمنع اشتعال الجبهة في الجنوب. يعني اليوم حضرتك بتدعي القوات، بتدعي الكتائب، بتدعي حزب طبعاً. الله والثنائي شكلهم يوقفوا إيد وحدة. وهذا أنا بطلب، أنا بعتقد لازم يجتمعوا ولازم يتواصلوا، مش هندرسوا الوضع، لازم يجتمعوا ويصير عندهم مشروع، وهالمشروع يطرحوه على الثنائي الشيعي ويطرحوه، وبيقدروا يطرحوه بمجلس النواب كمان، عندنا نوابنا وتكتلاتنا النيابيه فتطرحوا بمجلس النواب، يعني يتحول الى قانون. بيطرحوا هذا المشروع، وبرايي الشخصي انه الكل متقبل انه يلاقوا اصلاحات ويلاقوا توافق لبناني داخلي. يعني التوافق اللبناني الداخلي، الوفاق اللبناني، ما حدا واقف ضده. هلا في مبادرة لازم حدا ياخذها، انا بدعي انه افضل مبادرة الان يكون بها المجموعة المسيحية، سواء بمجلس النواب او سواء على طاولة حوار. نعم. حضرتك كمؤرخ عظيم، هل سبق ومرق لبنان بتاريخ شبيه للي نحن عم نمرق فيه هلا؟ شوفي لبنان من زمان اكل احوال باوضاع صعبه. يعني لبنان ما في مراحل هين عليه، لبنان دوله صعبه يعني، ويمكن قدروا ان يكون دوله صعبه، بس بذات الوقت هو دوله نموذجيه، بالمعنى انه هذا التعايش الإسلامي المسيحي في لبنان يمكن أن يكون حلاً للكثير من الدول الأخرى يلي فيها أقليات ويلي بتقدر تحكم سوا، لسبب يعني قدرنا بذات الوقت. لبنان أنا بحب لبنان، بحب لبنان لأنه مش سهل، لأنه الدول السهلة الثابتة بتتجري منه. لبنان دولة بدك تضلي تفكري فيه، بدك تضلي تحبيه بقلبك بداخلك. لبنان دولة تعايش، يعني دولة محبة. وأنا برأيي أكثر دولة بيتعبر عن كلام المسيح لما قال حبوا بعضكم بعضا هو لبنان، لأنه لازم يحبوا بعضهم بعضا اللبنانيين فيما بينهم والدول المجاور مع الدول المجاورة. وأنا ما بفقد هذا التفكير. هذا يعني في ناس هلأ بيقولوا هذا عم بيحلم، لا، أنا بعتقد لبنان حلم دائم، ولازم نعرف أنه التعايش ثروة بين إيدينا، إذا أحسننا ظهارة تصبح نموذج وتصبح مثال. نعم. عندك حديث سابق بتقول فيه انه على فرنسا والغرب ودول الخليج ادراك عواقب سياستها الداعمه للارهاب. اليوم بدعم لاسرائيل، هل هن والمشاهد اللي عم نشوفها المؤلمه هل يعتبر انه بعدهم عم يدعموا الارهاب؟ طبعا. يعني أنا اسرائيل اللي عم تعمله هو ارهاب؟ لا حلك. انا برايي اسرائيل بحد ذاتها هي مشكله الكبرى في المنطقه. يعني اذا كل المشاكل اللي صارت منذ 1947 وإعلان دولة إسرائيل، كل المشاكل هي كان سببها المباشر أو غير المباشر إسرائيل. يعني إما في صراع مواجهة بين دول عربية وإسرائيل، مرات في صراع
بالواسطة، ولكن وراها إسرائيل والدول. لأوروبا، لأوروبا فرنسا، لأنه تجاوبك هذا بصورة خاصة. فرنسا، فرنسا من أيام الجنرال دوغول ما عادت تابعة للسياسة الأمريكية العامة، هي متوافقة فرنسا مع الخيارات الكبرى في السياسة، ولكن مش تابعة بكل التفاصيل السياسية. وجنرال دوغول عرف بهذا، يجعل من فرنسا خيار آخر أوروبي. أنا برأيي لبنان دوره هيدا يجعل من العالم العربي خيار آخر على الأقل إقليمي، بعدين ما تكون إسرائيل هي الدولة الإقليمية يلي لما بدها بتعمل حرب ولما بدها بتعمل سلم. أنا برأيي دور لبنان أنه يقدر يستفيد من تجربة 75 سنة الأخيرة، ونقدر نعمل من الدول العربية شيء شبيه بالاتحاد الأوروبي. بس اليوم الحكومة، يعني شفنا التطورات والتوترات اللي عم نشوف، الحكومة اللبنانية حتى منا قادرة تاخد قرار، وأعلنت عجزها عن اتخاذ قرار الحرب أو السلم. وحتى القوى الأمنية يبدو أنه كمان منا قادرة تاخد القرار. فبرأيك بيد مين القرار اليوم، حرب أو السلم؟ أنا برأيي اللبنانية، بيد اللبنانية إذا توافقوا. اللبنانيين إذا توافقوا بيقدروا أمنوا الاستقرار والأمن ويقرروا الحرب والسلم. لسبب أنا عم طالب هلأ بأنه يصير في، ما بيصير غياب لبناني. كنا عم نحكي قبل، كنت عم بحكي مع منى، عم تحكيني عم تتعجب منى زوجتي، أنه أخي كل هالجرائم عم تصير وكل هالقضايا عم تصير وما حدا عم يتحرك. مظبوط، العالم ضجر من الوضع اللبناني، مش اللبناني، ضجر من وضع الشرق الأوسط، لأنه كل مرة بيقتربوا لحل، كل مرة خصوصا إسرائيل بتخربط الحل، لأنه إسرائيل عندها مشروع، إسرائيل الكبرى يعني عندها هذا المشروع قائم. أنا بتصور لازم يصير في مشروع عربي مواجه سياسي، مش كل شيء حرب، سياسي اقتصادي وعسكري، ويكون هذا المشروع هو اتحاد يشبه الاتحاد الأوروبي، دول مستقلة متفاهمة مع بعضها في مواضيع الحرب والسلم، ويصير قرار الحرب والسلم بيد العرب مجتمعين، مش بيد سوريا لبنان، سوريا لبنان العراق مصر أو دول مهمة، يمكن كمان فيها تفتحي على المغرب العربي، يعني تونس والمغرب والجزائر، هو دول كبيرة وهو دول يعني ثابتة وقائمة، مثل ما في دول فرنسية كثيرة، يعني في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، يعني بتعدي في عند الدول العربية. أنا مع اتحاد عربي، أنا مع بهذه الأزمة إذا نتج منا دولة فلسطينية من جهة و اتحاد عربي من جهة، منفوت إلى السلام. وبدون هالشرطين، حل القضية الفلسطينية ووحدة وتوحد العرب، رح تضل إسرائيل هي الغالبة وهي القادرة وهي المتصورة أنه فيها تحكم المنطقة هي، وتصير هي الدولة الكبرى أو العظمى. يعني هذا الخيار، نحن أمام هذا الخيار، خيار كبير بين اتحاد عربي ودولة فلسطينية، وبين إسرائيل الدولة يلي هي عنصرية ويهودية. يعني إسرائيل بدها بالنهاية تهوية كل المنطقة، مش بس القدس، مش بس الأقصى، كل المنطقة. وبالتالي نحن خيارنا أن نكون عربيا متحدين ولبنانيا متوافقين. نعم، رح أختم معك بالسؤال الأبرز اليوم، الملف الرئاسي مجمد، والبعض يرى أنه إذا اندلعت الحرب ممكن هيدا الشيء يؤدي إلى انتخاب رئيس بلبنان. قديش بتشوف هيدا الشيء؟ ما بحب أربط الرئاسي بحرب. صحيح، أنا برأيي بربط الرئاسي بسلم. بالعكس،
الرئاسة هي الضمانة أنه يضل التوافق الداخلي أو التفاهم القائم بالداخل مستمر. وبالتالي أدعو إلى رغم كل اللي عم بيصير أنه ما ننسى أنه الدولة ناقصة اليوم، ناقصة. صحيح فيها جيش ومأمن الأمن، صحيح فيها أمن عام وكمان عم بيقوم بواجباته، بس ما بيكفي. هالمؤسستين بتأمن الأمن بس ما بتأمن قيام دولة. لازم ننتخب رئيس جمهورية، وأنا برأيي حتى بالحالة الحاضرة حيث هناك حرب، هذا لا يمنع، بل هذا يفرض. من المفترض أنه يجعلوا اللبنانيين يروحوا إلى انتخاب رئيس في أقرب وقت.